منتخبنا دكتور طارق ومجموعتنا. منتخبنا الحقيقة يعني حظه جيد ان هو وقع في مجموعة سهلة، يعني هي المجموعة فيها نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. هذه المجموعة بتلقائيا انت بتسمع يعني الفرق بتاعت هذه المجموعة تدرك ان طبعا ان مصر ونيجيريا هم المرشحين اول وتاني في هذه المجموعة. فمنتخب مصر باي عتاد ممكن يروحه يقدر يكسب غينيا الاستوائية ويقدر يكسب السودان، لكن تبقى نيجيريا هي الفرق الاقوى في هذه المجموعة، ويبقى مباراة مصر ونيجيريا الاولى هي المحددة الاول وتاني المجموعة. وبالتالي لان مهم جدا انك تطلع اول مجموعة، لان منتخب مصر لا قدر الله لو طلع تاني مجموعة احنا بنبص نظرة مستقبلية قبل ما نقول على الفريق نفسه. فلو طلع تاني المجموعة ممكن يقع في مواجهة شرسة جدا مع الجزائر مثلا او مع فرقة من الفرق الكبيرة في دور ال 16 للبطولة. ده من حيث البرنامج البطولة، ولكن من حيث المنتخب نفسه انا عايز اقول لك بمنتهى الامانة يا استاذ احمد، انا غير سعيد بما يجري في الوسط الكروي الان من حرب ضروس على كارلوس كيروش. المفروض كارلوس كيروش من المدير الفني، هو مدير فني لسه متولي المهمة بقاله فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين ونص، والمفروض ان هو كان عنده استراتيجية عايز ينفذها. المفروض ان بطولة كأس العرب كانت واحدة من ضمن البطولات دي. نعم احنا كلنا حزننا جدا لضياع فرصة المنافسة على اللقب العربي في بطولة كأس العرب واحتلال المركز الرابع. نعم احنا كلنا متضايقين، كلنا غير متفقين مع بعض قرارات كيروش، ولكن ما حدش فكر لو احنا استجبنا للحملة الشرسة جدا اللي موجودة الوقت في الشارع الكروي ضد كيروش. احنا بنتكلم احنا لا احنا في اتحاد الكورة ولا احنا بنتكلم، احنا بنتكلم كأي مشجع عادي. اي مشجع عادي هيسأل كده سؤال، احنا ايه مصالحنا؟ احنا مصالحنا اننا يكون معانا مدير فني جيد، ومصالحنا ان احنا منتخب يؤدي بصورة مشرفة، وهو قد ادى بعض المباريات بشكل مشرف في الحقيقة في قطر، ولكن بعض الاخر ما كانش بالمستوى. ومن صالحنا ان استقرار الجهاز الفني. تخيل انت لو احنا استجبنا للمطالب الشديدة جدا في السوشيال ميديا بالذات لإقالة كارلوس كيروش، فاضل على كاس الامم الافريقية بكرة كده، يبقى فاضل 19 يوم. هل تقدر ان انت تمشي كيروش وتجيب مدير فني اخر يتولى المهمة ولسه هيتعرف على اللعيبة ويروح بيهم كاس امم في خلال مفيش اسبوعين؟ هل ده ممكن؟ ده مستحيل. اذا الوقت احنا مضطرين حتى لو كيروش ده وحش، ان مشي كيروش او اقالة كيروش وتولي جهاز فني اخر، اذا كنا احنا دلوقتي عندنا مثلا 30% سلبيات، فان مشي كروش هيزود السلبيات الى 60-70%. بس ده ما كانش يعني مسألة كتيرة، يمكن بعض الاصوات، ولكن مش كل الناس كانت بتطالب زي ما اتعمل حملات قبل كده، لانه الناس عارفة الوقت ضيق جدا، رغم ان احنا غضبانين جدا وكان عندنا يعني مساحة كويسة ان احنا ننافس على بطولة كأس العرب. ولكن هو المشكلة، وزي حضرتك عارف دكتور طارق، كانوا قال لك احنا رايحين مسألة تجريبية، نختار نجرب اللعيبة، فاحنا بنهزر يعني، هنا بنهزر لو انا رايح البطولة واقول بجرب. لا طبعا هو انت عندك حق، لان بص منتخب مصر ده اسم كبير قوي في قاره افريقيا وفي الوطن العربي. لا يستحيل انك تقبل انك تروح بطوله بدون ما تكون منافس قوي عليها وبدون ما تكون موجود على ساحه المنافسه. فده شيء لا خلاف عليه، ان انت لازم تخش كمنتخب مصر كل البطوله منافس عليها. انما الكيروش نفسه انا شايف ان هو ليه بعض الايجابيات. هو صح ليه سلبيات كتيره، من ضمن سلبياته مثلا اصراره على طريقه لعب واحده ممكن اللعيبه المصريين مش واخدين عليها، اصراره على مثلا استبعاد بعض اللاعبين وضم بعض اللاعبين بقسوه وبشده قوي. لازم يكون عنده ايد مرنه شويه في الاختيارات وفي الكلام دوت. نقطه برضو مهمه جدا، التغييرات الكتيره اللي بيعملها. يعني في بعض المباريات المدير الفني قد يغير الخطه او يغير اسلوب اللعب مثلا مره او مرتين، لكن ان انا اغير اسلوب اللعب واغير مراكز اللعيبه 6 مرات في خلال مباراه واحده، ده كان من ضمن سلبيات كيروش القاتله، اللي هي كانت انا بقول لك بمنتهى الامانه انها واحده من اسباب خسائرنا في البطوله العربيه. لكن في نفس الوقت عنده بعض المميزات، عنده قوه شخصيه، واحنا ما شفناش مدير فني قبل كده. ده احنا لو مدير فني مصري استبعد مثلا أفشة ولا استبعد محمد شريف ولا استبعد طارق حامد، هتشوف ان الدنيا كلها هيجة على صاحب هذا القرار.
انما هو كان عنده شخصيه ان هو يقنع الناس بان هو خلاص ده السيت اب بتاعه او دوت. عند حضرتك تفسير يا دكتور طارق عن استبعاد حسين الشحات وطارق حامد؟ في تفسير؟ بص في تفسير وانا علمت بيه من داخل الجهاز يعني. طارق حامد لعيب كويس جدا. وانا بقول لك من دلوقتي انه من ابرز اللعيبه اللي جم في مركز الارتكاز على مدى العشر سنين الاخيره في مصر، بل يعني في تاريخ كبير من تاريخ الكره المصريه. ولكن طارق حامد من نوعيه اللعيبه اللي هو بنسميه ديفنسيف ميد فيلدر، او 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 بنسميه اللاعب اللي هو الدفاعي في نص الملعب اللي هو نقطه الارتكاز او المسمار زي ما بنسميه كده. اللعيب ده مش مقنع لبعض المدربين ومنهم كيروش. يعني ايه؟ يعني في زمان مثلا كان لعيب في ايطاليا اسمه جاتوزو. جاتوزو ده كان لعيب قوي جدا كده بيلعب في نص الملعب وكان عنده التحام قوي وعنده ونفس ونفس قوه طارق حامد كده، نفس كده جسمه كده صح وجسمه واسره حتى نفس الطول ونفس الشكل يعني هو كده. هقول لك مثال ثالث مثلا زي حسام عاشور في الاهلي، اما كان حسام عاشور واحد من اعمده النادي الاهلي على مدى سنوات طويله. لما جه فايلر عمل ايه وقتها؟ قال لك لا، النوعيه بتاعت حسام عاشور دي مش هيلعب. انا حتى لما جه بعد ست مباريات كنت دخلت في مداخله وقلت للاسف ان حسام عاشور لن يلعب مره اخرى للاهلي، كان لسه قبل بقى ما ياخد القرار بان هم يستغنوا عنه عن حسام عاشور بعد كده. لكن هي نفس قصه حسام عاشور قصه طارق حامد، هو مش مقتنع ان يكون عنده لعيب، هو عايز لعيب ميدفيلدر، لعيب مركز سته اللي هو اسمه هولدنج ميدفيلدر. اللعيب ده يكون بيسدد على المرمى، بيلعب تمريرات حاسمه، بيعمل اسيستات، بيلعب من اجناب، ممكن يروح للاجناب يلعب كرات عرضيه. وهو لقى ان طارق حامد رغم انه متفوق تماما في كل العناصر الاخرى، بس الحته دي هو اقل من لعيبه تانية موجوده. فراح جايب التاريخ، بص بقى جايب التاريخ، لقى ان طارق حامد على مدى مبارياته مع المنتخب كلها هو تقريبا 60 مباراه دوليه بما فيهم المباريات الوديه وكده، لقى زيرو اسيست وزيرو اهداف مع منتخب مصر. فاذا انت كلاعب ما انتش عندك الحته دي، عندك الباقي. مثلا لو جبت الناحيه الدفاعيه استخلاص الكوره والانقضاض والقوه البدنيه وكلام من ده، حطيت جنب باقي بقى لعيبه الوسط الملعب، هو هيتفوق جدا يعني هياخد درجه اعلى منهم. بس في الحته الثانيه هو ما بياخدش درجات او ما عندوش الحته دي رغم انه طور منها شويه في الفتره الاخيره. فده السبب الحقيقي بالنسبه لطارق حامد. بالنسبه لحسين الشحات بقى، حسين الشحات عند المنتخب وظهر خلال حتى بطوله الكاس العرب. طبعا انت عندك محمد صلاح، ده ما حدش يقرب. هو الشحات بيلعب في نفس هذا المكان. طيب انا هجيب حسين الشحات اللي هو ايه شافه قليل، يعني شافه يا دوب بس في الاوقات اللي هو لعب فيها. وهو يمكن حسين الشحات كان في اوقات كان اساسي في النادي الاهلي، لكن الفتره اللي هو جه فيها كيروش كان اغلب المباريات النادي الاهلي حتى في الدوري بيلعب بمثلث بس في الهجوم، وكان بيرسي تاو هو اللي بيلعب مثلا في ناحيه اليمين، وبيلعب محمد شريف مهاجم ويلعب قفشه تحتيهم، فما كانش حسين الشحات بيلعب اساسي، كان بيلعب بديل. فهو شايف ان انا لو قارنت من حسين الشحات وقارنت بين اللعيبه اللي هو مع صلاح في نفس المكان ده، احنا بنتكلم ان الشحات بيلعب جناح ايمن نفس مكان صلاح اللي موجود فيه مصطفى فتحي واللي موجود فيه زيزو. طب مين اللي لعب كتير؟ مين اللي قدامه شافه؟ مين اللي قدامه يعني على ارض الواقع كده شافه بيأدي بعض المهام اللي هي على الطرف وبيأدي بعض مهام ايضا على نص الملعب؟ شاف ان الاثنين التانيين اكتر، فبالتالي ان هو طبعا صلاح حاجز هذا المكان، خلينا نكون متاكدين. لا ما خلاص، ما صلاح موجود ما فيش حد تاني هيقرب. بالظبط. فان اما يقارن بس حسين ممكن بيلعب في مركزين ثلاثه، حسين ممكن يستفيد في مركزين ثلاثه. ما هو ما شافوش بالقدر اللي يخليه مقنع بالنسبة له ان هو ياخده على حساب الباقيين. اصل هو انت بتتكلم ايه؟ طب مش حضرتك قلت طارق حامد هو شاف السولية مثلا، شاف حمدي فتحي، وشاف حتى مهند لاشين اللي لسه منضم للمنتخب، شاف اللعيبة ديت، وشاف امام عاشور اللي هو يمكن يعني ان امام عاشور مشاركاته الهجومية اكتر. اي حد في الزمالك كده لو انت شفته وقارنت بين امام عاشور وطارق حامد هقول لك ده طارق حامد طبعا، انما امام عاشور بيشوط على المرمى، بيبقى عنده ادوار هجوميه، نفس الكلام. المقارنه بين مش في المنتخب ككل، المقارنه انا عندي محمد صلاح، عندي مين تاني ممكن يلعب في الحته ديت؟ عندي مصطفى فتحي وعندي زيزو. طب هل نيجي الشحات معاهم؟ هو شايف ده
ده رؤيته ان لا، اللي يقوم بيه زيزو ويقوم بيه مصطفى فتحي اكتر من اللي يقوم بيه الوقت الشحات، فبالتالي هو خلاص استبعد اللعيبه اللي هم بيجوا نمره 3 او نمره 4. نفس الكلام في الشمال حسين فيصل اللي هو كان لعيب اساسي عنده، ما هو حسين فيصل بس لقى ان هو عنده هيرجع له عمر مرموش وهو الخيار الاول، وهو كرر تاني الخيار الاول الان لكيروش، عنده تريزيجيه العائد من اصابه طويله، لكن هلعب تريزيجيه اساسي ولا عمر مرموش ده حسب ظروف البطوله وقتها. طب عندي كمان رمضان صبحي وعندي كمان يعني احمد رفعت اللي هو انضم، فهل بعد دول هاخد حسين فيصل ولا واحد يعني اطلع ادخل حسين فيصل مكان دول؟ لا، في اتنين موجودين كمحترفين وهو بيحب المحترفين، فخلاص انا عندي مرموش وعندي تريزيجيه. من المصريين اللي هنا موجودين موجودين رمضان وموجودين احمد رفعت، فبقى ده خيار خامس، فبالتالي استبعده رغم ان هو لعبه اساسي في مباريات كتير. طيب يعني التجمع هيكون منتخبنا امتى؟ التجمع المنتخب هيكون بعد انتهاء مباريات الاسبوع القادم في الدوري، هيكون يوم 27، وبعدين بعد كده المنتخب هيتجمع، وفي هناك يعني اتفاقات ضمنيه كده من الجهاز انه يتركوا محمد، المفروض القاء لائحه الاتحاد الدولي ان اللعيبه المحترفين ينضموا قبل البطوله باسبوعين، البطوله يوم 9 اطرح كده اسبوعين 14 يوم من الرقم ده هيطلع مثلا تقريبا 28 ديسمبر، ولكن صلاح عنده ارتباط مهم جدا في مباراه لليفربول تعتبر دلوقتي مصيريه امام تشيلسي هتكون يوم 2 يناير. المباراه ديت يعني نظرا لموقف ليفربول، وانت شفت التعادل الاخير ابعد ليفربول عن مانشستر سيتي بالظبط، فخلى الجاب وصل لثلاث نقط، فبقى مش عايزين يزودوا الفارق، فعايزين برضو مباراه تشيلسي دي يعني، فطلبوا ضمنيا كده ان صلاح يتاخر انضمام، فالجهاز الفني بيفكر يقول لك طب انا صلاح اما يلعب المباراه ديت انا مش هنضر لان انا في تدريبات، وبرضه هو لعيب كبير وهيكون مؤثر وهيجيب معنويات كويسه. نعم، فينضم مثلا بعد المباراه يوم 2 على طول يسافر يجي، يعني احنا هنسمح ان صلاح يلعب ماتش تشيلسي بالظبط وينضم المنتخب بعد مباراه تشيلسي، اما ينضم بعدها احنا يوم 2 ده اول البطوله هتبدا 9 بس اول مباراه لمصر يوم 11، فهيكون تقريبا يوم 2 وال 11 9 ايام يقدر يجي فيها وينسجم ويتاقلم، لكن يكون استفاد برضه من اللعب بمباراه زياده مع ليفربول، وهيكون غيابه عن ليفربول في الفترة كاس الامم كلها تخيل مباراتين فقط. دي مباراه طبعا في الكاس، دي مباراه ممكن يلعبها غالبا بيلعبها بالصف الثاني، لكن ما بيلعبهاش صلاح عادة بالظبط، فهيبقى هو هيغيب عن مباراتين فقط خلال كل فترة البطولة، وبالتالي هيكون حجم تأثير غيابه أقل، وإن شاء الله منتخب مصر يوفق في بطولة كأس الأمم الأفريقية. دكتور طارق القادر بشكرك شكرا جزيلا.